الفن والمنحوتات عالم واسع يحتاج إلى مخيلة تضم كثيراً من القضايا والمواضيع لتنتج عملاً فنياً مميزاً وبأقل التفاصيل لتصل رسالتها بكل شفافية ودقة. واليوم قمنا بجولة في معرض الطلاب 76 في مركز دبي العالمي للفنون ليأخذنا هذا المعرض المميز إلى عالم مليء بالقصص والمتخيلات مع تمازج الألوان بكل حرفية. دبي العالمي للفنون عنده جاليري 76، هذا لأنه تأسس المركز بهيديك السنة. إنما الجاليري جديدة، محلة كتير مهم بمركز دبي العالمي للفنون، لأنه هو مركز بيعلم، هو مثل مدرسة وبنفس الوقت بيقدم استوديو لحتى الفنان يقدر يستأجره ويستعمل المواد اللي عندنا الموجودة. ضم هذا المعرض أعمالاً فنية لأكثر الطلاب موهبة وإبداعاً من مختلف الفئات، حيث يعطي مركز دبي العالمي للفنون الفرصة لطلابه الموهوبين لإبراز مواهبهم ويوفر لهم مساحة فنية للانطلاق من خلاله إلى عالم الشهرة والنجومية. للتلاميذ بيعملوا بيشجعون انه جوائز، بيعملوا جوائز لل 3D work وللرسم العادي، والجائزة هي عرض على اسبوع بعد سنة من هالمرحلة. هذا هو معرضي الأول الذي يضم لوحاتي، وأنا متحمسة جداً لأن هذا المعرض هو ميدان المنافسة الحقيقي الذي يتوافد الناس عليه من دبي وخارجها، وأنا بصفتي طالبة وفي رأيي أن هذا أفضل مكان للتعلم، وأنا فخورة جداً بأن لوحاتي معروضة هنا. رسمت هذه اللوحة وهي تعبر عن مكان ما داخل مخيلتي، وهو يمثل لي الطمأنينة والسلام. مركز دبي العالمي للفنون يمثل بيئة خصبة ليشمل المنحوتات أيضاً وأجهزتها الكهربائية وحلقات عمل تقدم من قبل أمهر المدرسين الذين دخلوا عالم الفن واختاروا منه الأرقى والأجمل ليوصلوه إلى فكر طلابهم وأناملهم. يشكل معرض طلاب 76 خلاصة ثقافات متنوعة من حضارات وخبرات مختلفة اجتمعت لترسم وتجسد وتكون صورة معاصرة للفن الراقي، كله اجتمع تحت سقف مركز دبي العالمي للفنون.